ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا على احسن قناه على اليوتيوب جي تي في. بصوا انا عارف كويس جدا ان انا مقصر معاكم، ويعتبر يعني انا ما نزلتش فتره طويله جدا فيديوهات على جي تي في، بس صدقوني انا كنت عايز انزل من بدري، بس كل شويه لما اشجع نفسي وعايز اعمل فيديو يجي لي حاجه ما بيني، مش عارف اللي بيحصل. يعني عامه انا عارف كويس جدا انا العربي بتاعي متكسر شويه، وفي نفس الوقت قلت النهارده بقى لا، خد الكاميرا وشد الشباب واعمل فيديو فلوج. عامه يا شباب احنا دلوقتي في فيينا، دي بقى فيينا، بس احنا حاليا يعني في مكان هادي شويه، وقررت دلوقتي ان انا اروح احلق شعري عشان شعري بصراحه ايه منحكي شويتين يعني، وبعديها هنشوف بعض على طول افرجكم على مكان تحفه 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 في فيينا. يلا هنشوف بعض على طول. يعتبر يا شباب انا غيرت الستايل بتاعي من في الاول، ده يعتبر الشارع زي الكورنيش كده اللي فيه عربيات كتيره، ودي يعتبر بيوت برضو ناس ساكنه فيها، ده جراج مثلا عربيات بتخش فيه. بس احنا كده برضو يا شباب مش في فيينا نفسها، جوه يعني جوه وسط البلد اللي فيه الزيت الزياده يعني. والحلاق يا شباب اللي انا هروحه يعتبر هناك يعني في الشارع الناحيه الثانيه، عشان كده احنا محتاجين نعدي الشارع. وفي النمسا على فكره يعتبر الحاجه دي اسهل من عن مصر، يعني في مصر عشان حد يعدي الشارع اوبس ممكن تطلع برجل واحده. على فكره يا شباب انا عندي افكار كتيره حلوه على قناه جي تي في، ومتاكد ان هي هتنجح اكتر بكتير من على القناه النمساوي، علشان انا متاكد ان في مصر انتوا عندكم الحاجه دي انترستنج شويه، يعني عندكم ايه نفسكم تعرفوا النمسا فيها ايه، ايه اللي بيتباع، ايه المحلات والناس بتبقى شخصيتها ازاي وهكذا. يعني احنا في النمسا برضو يعني الاشاره الحمراء اللي هناك دي لو حد عداها الاحمر ممكن ناخد غرامه يعني، بس احنا بنعديها برضو. وده شباب الحلاق بتاعنا اللي احنا نروحه، واشوفكم بعد ما اخلص قص شعر. وخلصنا الحلاق، وحاليا احنا في مكان يعني مكان كده اللي الشباب كلها بتروح فيه تلعب سبورت وكده، باسكت بول مثلا، كوره. وزي ما انتم شايفين يا شباب معظم الناس بتلعب هنا بقى باسكت بول وكوره وكده، والمكان هنا يعتبر بيبقى حلو قوي قوي قوي. وكمان هنا زي ما انتم شايفين يعني معظم الناس ساكنه هنا، وبيوت والعاب وحاجات كده يعني. هنا برده في ملعب، بس ده يعتبر بيتاجر او تبع مدرسه يعني، برده مكان جميل جدا جدا الناس بتلعب يعني. بس انا قررت في الفيديو ده اخدكم مكان ناس ساكنه فيه فخم جدا جدا، لسه متبني حوالي كده من سنتين ثلاثة يعني، مكان فخم جدا حابب افرجه لكم يا شباب. اللي انتوا شايفينها هنا دي مدرسة، العمارة الصفرة دي، وهتلاقوا برضه عيال كتيرة موجودة واقفة برضه مستنية مثلا اهاليهم يجيبوهم وكده يعني، بس هتلاقوا دايما الدنيا دي زحمة عشان هي مدرسة كبيرة قوي، وبرضه مدرسة اتبنت من قريب يعني مدرسة جديدة يعني. يعني والناس اللي ساكنه هنا باصه بالظبط على المدرسه زي ما انتم شايفين، وبرده يعني حلو جدا الناس اللي ساكنه هنا عشان ممكن يصحوا متاخر شويه ياخدوا راحتهم، فاهمين؟ بينزلوا من بلكونه ينطوا على فصل المدرسه. مش عارف الكاميرا مبينه الحته دي ولا لا، بس الحته دي كلها لسه بتتبني من جديد، كل ده هيكون سكن يعني للشباب والناس، عشان المكان ده محبوب جدا في فيينا. المكان ده هادي بس في نفس الوقت 20 دقيقه وتخش وسط البلد وتخش للاماكن كلها اللي انت عايز تروحها في فيينا. المكان ده كله لسه بيتبني يا شباب، شايفين الحاجات دي؟ هو ده المكان اللي لسه اتبنى حوالي من 3 4 سنين صدقوني، ومكان بمنتهى الجمال يعني، عاملين مكان تحت كله زرع وقعاد، وفي نفس الوقت كل ده سك ناس تسكن فيه، وكله لسه متبني جديد خالص. هتشوفوا ان العماره نفسها معموله بشكل رهيب يعني، وده كله في فيينا. من كتر ما هم مهتمين يعني في المكان مش مسامحين يعني ان الكلاب تخش، يعني الكلاب عامه دونت الاود يعني ان هم يخشوا يعني، ممنوع يعني. وبدانا دلوقتي الشباب نخش المكان الرائع اللي انا برتاح فيه جدا وبحبه جدا، عماره في عماره في عماره في عماره، بس كله لسه متبني جديد يعني، بصراحه برتاح فيه جدا. وعاملين كمان ملعب ملاهي وحاجات كده يعني رائعه رائعه بجد بجد جميل. في ناس ثانيه ممكن تقعد تقول لك يعني احنا عايزين نشوف حاجات تانية، بس اوعدكم ان كل فيديو اعمله لما انزل فيينا حوالين فيينا واخدكم في اماكن تانية افرجكم كل شوية على حاجات احسن واحسن. انا برضو نسيت احكي لكم ان انا جبت طياره بكاميرا ممكن تطير في الهواء فوق خالص وتصور مناظر يعني بمنتهى الجمال. برضو في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله اخدها معايا وافرجكم يعني اسوار واشكال جميله. عامه اكتبوا لي تحت في الكومنت انتوا حابين تشوفوا ايه كله في فيينا وفي النمسا، ايه الحاجات اللي انتوا حابينها، ممكن نبتدي نعمل فيديوهات مثلا ايه ارخص حاجه واغلى حاجه موجوده في فيينا نشوفها مع بعض كاكل كشرب، اكتبوها لي تحت في الكومنت عشان اكون عارف. عامه ده فيديو يعني زي تيست، عايز اشوف برضو يعني الفيديو هيوصل ازاي، انتوا حابين الفكره دي ولا مش حابينها، بس انا عايز ابتدي اهتم
قناه جي تي في عشان انا شايف اكتر من 500 نفر عامل لايك على الصفحه، بس انا نفسي مش بعمل كل شهر فيديو، عامه كل اسبوع، بس انا حابب اغير الموضوع ده جدا. اكتبوا تحت انتوا حابين تشوفوا ايه، شجعوني وساعدوني يعني. شكرا على اللايك وسبسكرايب وكومنت وكل حاجه انتوا بتعملوها. سي يو حبايبي، هاف ا نايس داي، جود باي.